الموسم ال 12 عبقرية المدارس ومباراه مهمه في دور ال 32، وهفكركم بالنتيجه. رافع العسويه سوهاج 55، مناره البيان العبور الاليوبيه 15. ومناره البيان عندنا تغييرين، هاجر سمير نزلت مكان فاطمه عاطف، ومروان احمد نزل مكان محمد حسين. ازيك يا مروان؟ ازيك يا حضرتك؟ قول لي، عايز تبقى مهندس ايه؟ لا لسه ما قررتش الحقيقه. تمام، ولكن انت خلاص خدت القرار انك تخش هندسه، ربنا يوفقك. وهاجر فنون تطبيقيه، اشمعنى فنون تطبيقيه؟ عشان انا مهتمه بالديزاين والرسم. والرسم؟ ايوه. انا سمعت انك بتغني شويه. ده بجد ولا؟ بعرف اغني شويه. صوتك حلو؟ شويه. حلوه شويه دي. طب تقدري تغني لنا حاجه دلوقتي؟ دلوقتي، امال بكره على الهوا. اتفضلي. عمالي عادي ويتكابر وسكفة عنده مصابر، وانا من عيلة وبنت اكابر، وفي وسط ناسي انا سقايا، سبحان مزد حسنه ورسمه، كان ناس بيتغنوا باسمه، ورد وطرح جبل مواسمه، من غير لا زرع ولا سجايا. اقول لك حاجه، صوتك حلو بجد. شكرا. طيب عايزين نرجع في المباراه بقى، شدوا حيلكم شويه باذن الله. ماشي، نحسن السكور، مهم جدا. وحصل عندنا تغييرين في رافع العسويه. رحاب عادل نزلت مكان منى علاء، واحمد اسامه نزل مكان حازم جمال. ازيك يا احمد؟ ازيك يا مستر. قوات مسلحه طب ان شاء الله. ليه؟ يعني حابب المجال، انها بتجمع بين مهنه زي مهنه انسانيه زي الطب، انت بتعالج ناس وبتشفي الناس طبعا، وبين مهنه عسكريه حياه التزام برضه لخدمه الوطن، ويعني دي برضه حلم من احلام ابويا ان شاء الله احققه. ربنا يوفقك. يعني جميل جدا ان انتوا تبقوا تفكروا بالشكل ده، يعني بشكل انساني وبشكل وطني، حاجه عظيمه جدا ان شاء الله. رحاب، ازيك يا رحاب؟ ازيك يا مستر؟ أنا كويس جدا الحمد لله. دكتورة أطفال، الفكرة جات لك إمتى؟ يعني لما بشوف طفل مريض بكون حابة إني أساعد. ربنا يوفقك يا رحاب. نرجع لماتش النهاردة والفقرة التانية، فقرة المعرفة. المعرفة. المعرفة أربع أسئلة، معلومات عامة، رياضة، تكنولوجيا، وقدرات ذهنية. هاجر وميرنا، ميرنا وهاجر، وسؤال في المعلومات العامة بعشر نقط، وهنشوف مين اللي هيكسب العشر نقط دول. معلومات عامة، والسؤال هو: طبقا لموسوعة جينيس للأرقام القياسية، ما هي الدولة الخليجية التي تمتلك أكبر مزرعة زيتون حديثة بالعالم؟ مساحة المزرعة دي 77 كيلومتر مربع، فيها 5 مليون شجرة زيتون، وبتنتج 15,000 طن سنوياً من زيت الزيتون. الإمارات. الإمارات؟ إجابة خاطئة، مش الإمارات. ميرنا. السعودية. في منطقة الحوف. إجابة صحيحة، برافو عليك يا ميرنا. عشر نقط، النتيجة اتغيرت 65 رافع العسوية، 15 منارة البيان. سؤال في الرياضة، مروان وأحمد أسامة، أحمد أسامة ومروان. رياضة، والسؤال هو: ما هي الدولة التي فازت أنديتها بأكبر عدد من الألقاب ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية حتى عام 2021؟ 6 مرات. المغرب. المغرب 6 مرات. مصر خدت كم مرة؟ مرتين، الأهلي مرة والزمالك مرة. المغرب 6 مرات. إجابة صحيحة،
برافو عليك يا احمد. الرجاء مرتين، والجيش الملكي مره، والفتح الرباطي مره، نهضه بركان مره، والمغرب الفاسي مره. النتيجه اتغيرت 75 رافع العسويه، 15 مناره البيان. دلوقتي عندنا سؤال في التكنولوجيا، علي ورحاب، رحاب وعلي. والسؤال هو: ما هي شركة التكنولوجيا المالكة لتطبيق ون نوت؟ أول إصدار في 2003، ون نوت، برنامج علشان نكتب عليه ملاحظات. إيرادات الشركة دي أكتر من 160 مليار دولار. أمازون. عشان قلت 160 مليار دولار رحت الأمازون. أمازون إجابة خاطئة، مش أمازون. ون نوت. ويندوز. ويندوز مش شركة. مايكروسوفت. طبعا هي مايكروسوفت. هاردك يا علي، إجابة خاطئة. ده عدم تركيز يا علي، ويندوز مش شركة، الشركة مايكروسوفت. هاردلك. آخر سؤال، واحد واحد، قدرات ذهنية. والسؤال هو: حل المسألة الآتية، 95 على 5 في 12 ناقص 200 يساوي كام؟ فات 7 ثواني وفاضل 7 ثواني. إجابتك 16. إجابة خاطئة. فرصة يا شنا تاخدي 10 نقط. في إجابة ولا فيش إجابة؟ فيش إجابة. مفيش إجابة. الإجابة الصحيحة 28. النتيجة في نهاية الفقرة: رافع العسوية سوهاج 75، منارة البيان العبور الأليوبية 15. ودلوقتي مع الفقرة الثالثة، فقرة الفنون. الفنون. الفنون 4 أسئلة: سينما ومسرح، أغاني وموسيقى، لوحات ومعالم، وسرعة البديع. طبعا الأسئلة اللي جاية هتعتمد على السرعة ليكم انتوا الثمانية. سينما ومسرح. والسؤال هو: فنان قام بدور مناع في مسلسل مملكة الجبل، فمن هو؟ كان معاه في البطولة ريم البارودي وأحمد بدير ومحمد نجاتي وهادي جيار. مناع في مملكة الجبل. ثانية، بصوا بقى، اللي مش عاجبني ان انتوا حتى ما بتحاولوش، مش هتخسروا حاجة، لازم تحاولوا. الإجابة الصحيحة عمرو سعد. السؤال التاني، أغاني وموسيقى. والسؤال هو: ما بقتش أخاف من الليل هي أغنية الفنان مصري، فمن هو؟ من تأليفه وتلحينه. أحمد كامل. أحمد كامل غناها في 2018. إجابة صحيحة. 10 نقط. النتيجة اتغيرت، 25 منارة البيان العبور، 75 رافع العسوية سوهاج، لوحات ومعالم. والسؤال هو: في أي مدينة لبنانية يوجد معبد جوبيتر؟ بعلبك. أكبر معبد اتبنى في عهد الإمبراطورية الرومانية يا إسلام، بعلبك. إجابة صحيحة، اتبنى في القرن الأول الميلادي. نتيجة اتغيرت، 85 رافع العسوية، 25 منارة البيان، سرعة البديع. والسؤال هو: كم عدد
الآياتي بالصورة. جنى 16. إجابة صحيحة، برافو عليك يا جنى، ركزتي وخدتي 10 نقط. النتيجة اتغيرت 35 مناط البيان، 85 رافع العسوية. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة تحت الضغط والعباقرة. وبكده طلاب مصر جمعوا 50 نقطة في فقرة المعرفة والفنون، وكل نقطة ب2000 جنيه بما يساوي 100,000 جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 240,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المدارس الحكومية في مصر.